كابتن ربيع، مين اللي نفسك تشوفه في الفترة اللي جاية من لعيبة؟ في النادي الاهلي؟ لا مش واحد، يعني انا بقول لك قول لو متعب حمودي. قول لي ادوارهم. لا حمودي ليه دور كويس جدا ولاعيب تحب لعبه. متعب تشوفه في الملعب تحس ان انت يعني الايام الحلوه والايام الجميله اللي كان بيتالق فيها، يعني عنده كاريزما جميله كده. متعب وجوده بتحس ان ايام بقى تفتكر بركات، تفتكر ابو تريكه، وتفتكر خد بالك الجيل الذهبي، وتفتكر الكوره الجميله. فطبعا متعب يعني برضو لعيبه كتيره جدا. عمرو بركات برضو لعيب كويس واثبت وجوده في الدوري العربيه، لازم ياخد بامر الله تعالى. يعني في لعيبه كتيره جدا المفروض تبقى موجوده وهتبقى موجوده الفتره الجايه ان شاء الله بشكل فعال وشكل كويس جدا في الوقت المناسب.